أخوتي وأخواتي في عالم الزراعة والنباتات المنزلية، أسعد الله أوقاتكم بالخير واليمن والبركات. اليوم إحنا في سوق الجمعة في مدينة هابيلان. طبعاً هذا السوق موجود في مدينة هابيلان الحلة منطقة القاضية. طبعاً أنا قبل فترة مريت بهذا المخزن حلب، طبعاً به شغلات جميلة جداً ومميزة جداً. وقبل فترة اشتريت من عنده، هسه اقول لكم شو اشتريت. السلام عليكم. السلام عليكم. شلونك استاذ؟ شلون صحتك؟ طبعا انا قبل ما يعني ابدا الحوار وياك، انا قبل فترة اشتريت من هاي النوعية. هاي شنو قصتها؟ بصراحة نوعية ممتازة. هذا منتج سوري. نعم. هذا المواد اللي كلها يعني زيت الزيتون، زيت الغار، مواد طبيعية. هذا يسحولها كسر. منطقة بسوريا اسمها شمال سوريا كسر. نعم. يعني فوق من الأفضل. هاي مشهورة المنطقة بهذا الصابون، يعني اكو عامل مشهور. يعني صراحة أنا هذا الآن الغامق هو يعني سحب حبة البركة، خلاصة الشعر بالجسم بي، يعني بكش كامل تصير صابون. بالضبط. أنا طبعا اخوان الأعزاء هنا يبيعونه ب7000 دينار. أنا اشتريتهم قبل فترة ب7000 دينار، بس اللي عجبني يعني أنا من استخدمناه بصراحة مميز جدا، ويعني أنصح إنه الناس تشتري هذا النوع. خلي استاذ احكي لنا شنو طبيعه المنتجات مالتكم. كلها سوري، المحل كله سوري، يحتوي على صابون رقي. احكي لنا شنو هاي هسه من البدايه. هذا باب النج بزيت الزيتون، هذا الابيض. هذا شنو؟ هذا مال وجه. مال وجه؟ اي مال باب النج. عندك هذا يجي باكج كامل. طبعا اخوان الاعزاء من جينا للباب النج، الباب النج تعتبر زهره مقدسه لدى البابليين، واذا تروحون لبوابه عشتار تشوفون زهره الباب النق على جدران بوابه صحيح. عشتار. نعم. عندك هذا الباكج يعني يجي يحتوي 3 صابونات، مسك الطهاره، عود لافندر. هاي ايش قد السعر هذا؟ هذا 4000 دينار. 4000 دينار. عاشت ايدك. وعندنا صابونه العسل همات، همات تستخدم للوجه. نعم. صابونه العسل. صابونه العسل هاي همات تستخدم للوجه. تمام. عندنا هذا العود، صابونه العود. صابونه همات. العود طبعا اخوان الاعزاء هاي صابونه العود، يعني يعني العطر مالتها مميز جدا، يعني حتى كانما هذا شنو هاي عبارة؟ هذا صابونه مسك الطهاره. هذا عندنا صابون رقي. هذا الصابون رقي. نعم. اي رقي، عندنا انواع رقي تقريبا، عندنا 5 انواع رقي. رقي وباقي ذني في انواع. اي نعم. هذا منضاف له يعني عطور، هذا رقي خالص يعني. احسن. هذا رقي يعني معروف يعني ما يعني مال حلب مضبوط. اي حلب هو بسوريا سحول الغار. الغار. نعم. صابون الغار، احنا بالعراق نصيحه صابون رقي. احسن. خلينا هنا ناخذ جوله استاذ. هذا شامبو الاصايل مختلف، هذا مسوين عليه عرض على 2000 دينار. هذا يعني الاصلي 2000 دينار. اي مسوين يعني عليه عرض. هذا شنو هنا؟ هذا شامبو المحترف. هذا هم سوري. سوري كله منتجات. كله منتجات. تفاح، زيتون. نعم. هسه هنا نجي لهنا. احكي لنا عن هاي. هو هذا الشامبو نفسه الطين. هذا نفسه الطين خاوة. عندنا هنا خل التفاح. خل التفاح بيش هذا العرض مالك؟ هذا 2000 دينار. والله رتب درجه. هسه هذا خل التفاح اول واحد. اي خل التفاح. انا خذ لي 2. هاي راح اشتريهم 2 بالاضافه لا. وهذا الطين خاوه انطينه واحد، وين ابو الطين خاوه؟ هنا 2000. هذا ب 2000؟ 2000. خلينا نجربه نعطيكم النتيجه. هاي هنا عندنا هسه هذا زيتون. هذا اخوان الاعزاء خل التفاح بهذا الحجم، خلينا نشوف شنو الشركة مالته. هذا سوري سوري. اي لا قصدي ما اريد نشوف المواد مالته. هذا هذا كله منتج سوري. اي قصدي يعني اريد نشوفه اصلي لو. اي اصلي ان شاء الله، هو من احد فتحه شوف الريحه مالته. تمام. احنا راح نجربه لان حتى سعره مناسب ب 2000 دينار. احنا معروفين بالاضافه، شاف سني كراتين. اي هذا نيكراتين. نعم. هذا كله دبس الرمان. هذا احنا معروف يعني بدبس الرمان. هسه نجي لهنا. هذا زيتون. هذا زيتون سوري. سوري. هذا زيتون بلادي يعني ما ملعوب، لا يعني بس مي وملح. احسن. يعني زيتون حقيقي. هذا شنو هنا؟ هذا دبس الرمان. هذا اللي هنا؟ هذا دبس الرمان. هذا هم دبس الرمان؟ 200 غرام. اه. عفوا 350 غرام، وذاك 700 غرام. وهذا 700. هذاك اللون هذا ازاز. احسن. هنا عندنا هذا صابون رقي شرحنا عليه. هذا هنا عندنا شنو هذا؟ هذا ورق عنب. ورق عنب. ايه. هذا بالشتاء ينباع، حسب بالصيف احنا عندنا موسم. هذا زيت الزيتون يمكن. ايه الخام. ايه شوف بس دقيقه. شوف اخوان الاعزاء هنا. شوف يعني ما طغى عليه رقبه. هاي اعتقد يتسمى عصره اولى. ايه باحة وصلنا. هاي زيت الزيتون ايش قد سعره هذا؟ هذا نصف كيلو ب 7000، واحنا كنا نبيعه ب 6 بس صعد السوق.
هاي عندهم اخوان الاعزاء. شوف هسه هنا كبكده شاي الازرق بالزعتر بالليمون بالبابونيك زعتر بري زبرات لبنانيه زبرات شاميه شاي اخضر بالليمون كل شاي مال النحافه كل شيء. عاشتني لكم بارك الله. هاي شنو هنا هذا الشامبو المحترف قلت لك شامبو المحترف هنا بعد ما عندنا شيء كلهن ايه. هاي شنو هذا؟ هذا شامبو وش اسمه بس وهنا هاي قهوه من الحمو هاي اعتقد ابن الحو هاي مشهوره بسوريا هاي ابن الحو معروف ايه معروف. وهنا عندنا الملكه هذا هم صابون غار وهذا فازلين بزيت الزيتون هذا خصيصا فازلين. هذا شنو هذا؟ هذا كلش هذا ايش قد سعرها هاي؟ هذا 3000 تمام. وهاي عندنا باقي المنتجات شوف اخوان الاعزاء بس هنا ناخذ طبعا اخوان الاعزاء نشكر الاستاذ وراح بصراحه ننصح بزياره هذا الجناح. طبعا هذا الجناح مخزن حلب لتجاره كافه انواع صابون الغار والشامبوات شركه الدقه القديمه شيخ الكار شركه غصن الزيتون. طبعا هنا مثل ما تشوفون هذا المكان يعني بيه مختلف المنتجات بس ناخذكم جوله هيك سريعه حتى تشوفون. طبعا هناك اكو الشركات الايرانيه هنا مختلف انواع المواد موجوده معروضه. بالختام نستودعكم الله في امان الله. كان معكم ابو عبد الرحمن من عالم الزراعه والنباتات المنزليه. في امان الله.